السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعنا فيها. أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بصدد تأسيس إطار سياسي جديد يوحدها. المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تصنف موريتانيا إلى جانب ثلاث دول عربية ضمن مجموعة الدول الأقل دخلا في العالم العربي. منتخب المرابطون للشباب يواجه نظيره السعودي يوم غد في أولى مبارياته ببطولة كوتيفا الودية المنظمة بفالنسيا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال مصدر من داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن بعض الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة في المنتدى الوطني بصدد تشكيل إطار موحد يجمعها. وحسب ذات المصدر فإن الإطار تستثنى منه الأحزاب السياسية ذات القواعد الجماهيرية، وإن الهدف من الإطار المرتقب هو ضخ دماء جديدة في الحراك السياسي المعارض. نتابع المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة تنشط في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بصدد الاندماج في إطار موحد يجمعها وفق مصدر من داخل المنتدى. الإطار الذي يجري النقاش هذه الأيام بخصوصه تستثنى منه الأحزاب ذات القواعد الجماهيرية نسبيا، وهي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل. الإطار المرتقب يهدف وفق بعض أصحابه إلى خلق كتلة موحدة تضخ دماء جديدة في الطيف السياسي المعارض الذي يقول البعض إنه أضحى يعاني من الركود وما يسميه الخطاب السياسي المستهلك. لكن الإطار المنتظر يواجه تحدي الإجهاض قبل الولادة، حيث أعلن أحد الأحزاب السياسية الفاعلة فيه انسحابه منه، ما أشر وفق البعض على أن الخلافات ربما تعصف به وقد تسهم في إنضاج الفكرة والظهور في حلة جديدة تكسر روتين الحلل السابقة وربما تعطي نفسا وبعدا جديدا للحراك السياسي المعارض في موريتانيا. ويتسم الحراك السياسي الموريتاني هذه الأيام بالهدوء والصمت عموما، إلا من بيانات وتصريحات من هنا وهناك يحمل فيها كل طرف الآخر مسؤولية تعثر مسار حوار لا يزال حبيس الرد وانتظار الرد الآخر. الإطار الجديد إن كتب له أن يكون فإن ميلاده سيأتي في ظل اتساع هوة عدم التوافق بين المعارضة والنظام، رغم تعبيرهما عن الحرص على إجراء حوار سياسي يمكن بالنسبة للمنتدى من تجاوز ما يعتبرها أزمات تعاني منها البلاد، ويضمن إشراك الطيف المعارض في تدبير الشأن العام والتفكير بخصوصه بالنسبة للنظام وأغلبيته. صنفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار موريتانيا إلى جانب ثلاث دول عربية هي جيبوتي والسودان واليمن ضمن مجموعة الدول الأقل دخلا في العالم العربي. ويصل الدخل السنوي لمجموعة الدول التي صنفت موريتانيا ضمنها أقل من 3000 دولار، بينما صنفت في المرتبة الأولى الدول التي يتجاوز مستوى الدخل فيها أكثر من 45,000 دولار، وهي قطر والإمارات والكويت. ومعنا في الاستوديو للتعليق على هذا الموضوع الأستاذ الاقتصاد والتسيير بجامعة نواكشوط دكتور عبد الله ولواه، أهلا وسهلا بك. بداية، ما دلالة هذا التصنيف من الناحية الاقتصادية؟ من الواضح أن هذا التصنيف يدل على أن الدولة الموريتانية أو الاقتصاد الموريتاني هو في المؤخرة بالنسبة للدول العربية، لأنه مصنف من ضمن آخر أربع دول. ولكن المقياس اللي مصنف عليه الاقتصاد الموريتاني هو مقياس كمي مادي دخل للفرد أقل من 3000 دولار للسنة. وطبعا هذا دخل ما هو كثير، ولكن ياك نفهم فيما يتعلق بالاقتصاد الموريتاني نفهمه أكثر. يلا نعرف أن الاقتصاد الموريتاني اقتصاد 80% منه
اقتصاد غير مصنف، معناها انه اقتصاد خارج التصنيف المعتاد، لانه اقتصاد رعوي، اقتصاد مبني على التنميه الحيوانيه، ولهم ومناسبه ان الدوله الموريتانيه دوله حديثه النشأة واقتصادها حديث، ما هو مصنف في المؤشرات وفي الاحصائيات. وعلى هذا الاساس يغيب عن المؤشرات الاقتصاديه كثير من الحقائق الاقتصاديه الموريتانيه التي تبقى خفيه على هذه المؤشرات. هذا من ناحيه مثلا نقد هذا المؤشر من الناحيه المنهجيه. الا ان الدوله الاقتصاد الموريتاني على الرغم من ذلك كامل اقتصاد هش لسبب بسيط، انه اولا لانه يعتمد على الصادرات، معناه يعتمد على تصدير المناجم الخام خصوصا الحديد والذهب والسمك الى اخره، ومن ناحيه ولهم اقتصاد ملي متنوع، معناه انه ما في كثير من الصناعات التحويليه الى اخره. اذا باختصار شديد دلاله هذا التصنيف هي يلا تؤخذ بنوع من الحذر، وفي نفس الوقت تعتبر ملي مؤشر على ان دولتنا مثلا عندها اقتصاد مثلا عنده قدر من الاشواط يلا يقطعهم باش نوصلوا لمصاف الدول التي تنعم بالحد الادنى من الرفاه الاجتماعي. اضافه الى ما ذكرت، لماذا موريتانيا دوما في مراتب متاخره في مثل هذه المؤشرات؟ هو الاقتصاد هو عماد طبعا الدول في الزمن اللي هو خصوصا زمن العولمه وزمن وفعلا نقول انه عصر الاقتصاد. الا ان العوامل الاساسيه اللي تمكن الاقتصاد من يكون اقتصاد ناجح معناها انه يمكن الافراد مع انهم يعود عندهم الحد الادنى من الدخل اللي يمكنهم من حياه كريمه، يكون الاقتصادات يعتمدوا اولا على سياسات اقتصاديه تعكس مشروع مجتمعي لهذا البلد، تكون مثلا نابعه من حاجات البلد ذاته. وفيما يتعلق بهذا العامل الاساسي اللي هو عامل السياسات الاقتصاديه ورسم السياسات الوطنيه في مجال الاقتصاد، موريتانيا من 1985 هي خارجه عن ارادتها الاقتصاديه، معناها اننا من 1985 اعطينا مصيرنا الاقتصادي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي هم يرسموا سياسات دولتنا ودول كثيره من الدول الناميه والافريقيه، وكنا والدليل عليها ان كنا ما بين 60 و85 عندنا رسم سياساتنا على الاقل انطلاقا من حاجاتنا. اذا هذا العامل الاول. فهم عوامل باختصار شديد مهمه هي العداله والصحه والتربية اللي هي مثلا نعود مثلا دولة فيها تعليم متطور، هذه من الركائز الأساسية اللي مكنوا الاقتصاد أن يكون اقتصاد زيادة على طبعا رسم السياسات في المجال. كيف يمكن لموريتانيا الرفع من مستوى الدخل الفردي فيها؟ أول شيء بالنسبة لي أنها ترسم سياسات وطنية منطلقة من نقاط القوة الاقتصادية اللي عندها. نقاط القوة الاقتصادية هي أن عندها موارد كثيرة، طه لمولانا، كي الصيد، كي الحديد، كي المعادن، كيف تملي عدد سكان قليل مقارنة في مقابل موارد كثيرة. إذا أول شيء يعود عندنا مشروع اقتصادي ينطلق من حاجاتنا ومن نقاط قوتنا. مثلا يلا نعود نعطوا الأولوية لمجال تنمية الحيوان، لأن نحن عندنا فائض في مجال اللبن واللحم، ولكن ما عندنا اقتصاد تنموي في مجال التنمية الحيوانية كمثال. إذا هذا أساسي. طبعا من ثم يلا نعطوا الأولوية للتعليم، لأن التعليم هو اللي يعطي الكوادر، وفهم أولوية أخرى أساسية هي نظام تمويل الاقتصاد، معناه أن البنوك نظام البنوك يلا يعود نظام بنوك من أجل التنمية وليس من أجل تكديس الأموال في يد بعض التجار. إلى أي حد تسير السياسة الاقتصادية الموريتانية برأيك نحو العمل على التحسين من مستوى الفرد؟ أنا كما قلت آنفا السياسة الاقتصادية الموريتانية منذ تقريبا 30 سنة وهي ليست على السكة المطلوبة، لأن ما نرسم السياسات انطلاقا من حاجاتنا، معناها أن نتكيف مع شروط سياسية في مجال الاقتصاد جاية من الخارج، جاية بالتحديد من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ما حددنا مهتنا عندنا نرسم سياساتنا انطلاقا من حاجاتنا ومن ومن من من مشروعنا المجتمعي ما نقع للسكه. اذا لنبدا اولا برسم سياسات وطنيه تنطلق من حاجاتنا وتكون لها عليها بصمتنا الوطنيه وبصمه مشروعنا المجتمعي. دكتور عبد الله ولو استاذ الاقتصاد والتسيير بجامعه نواكشوط، شكرا جزيلا لك. ناقش باحثون في ندوة بنواكشوط كتاب موريتانيا وإشكال اللغة والهوية الصادر عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية. الندوة شارك فيها عدد من الكتاب والباحثين إلى جانب بعض الحقوقيين والناشطين في المجتمع المدني. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق هذا التقرير. ندوة علمية للمركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية لنقاش كتاب الهوية واللغة العربية الصادر عن المركز بحضور عدد من الباحثين والمهتمين بإشكالية الهوية في موريتانيا. مؤلف الكتاب محمد فال حسن ولمين قدم عرضا عن اللغة العربية والهوية في موريتانيا مركزا على السياسة اللغوية والتربوية بدءا بالمرحلة الاستعمارية التي سادت فيها لغة المستعمر، وكانت الفرنسية الأداة الناعمة التي اخترقت مختلف المجتمعات. وركز المستعمر في سياسته اللغوية في موريتانيا حسب المؤلف على تعزيز الثقافة والقيم الفرنسية وتعزيز الطائفية والطبقية عبر ما يعرف بمدارس أبناء الأعيان وتشجيع الفصل التعليمي بين شرائح المجتمع الموريتاني. واعتبر المؤلف في عرضه أن الدولة الوطنية ما بعد الاستعمار لم تستطع مواجهة سياسة الفرنسة بفعل التحديات التي واجهت مشروع الاستقلال، كما أن الإصلاحات التي شهدتها حقبة الستينيات والسبعينيات بقيت ارتجالية وعززت الشرخ اللغوي بدل معالجته. وطالب المؤلف بضرورة تعزيز سياسة العيش المشترك وتجاوز بعض الثنائيات الموهومة ومنها اللغة العربية في مقابل الفرنسية، وكذلك ثنائية النزعة العرقية شرائح في مقابل شرائح أخرى. انتقلت إلى إمكانية التعايش التي ما بعد الثمانين بدأت تلوح في الأفق، وإمكانية التعايش يجب أن لكي تتحقق لابد من وجود شرطين. الشرط الأول هو الاعتراف المتبادل بالهوية الثقافية على أساس إرادة العيش المشترك والتنوع الثقافي، أن يدرك كل واحد منا واجبات كل مكون، كل جزء من هذا التنوع الثقافي، كل نوع ثقافي أن يدرك مركزه الدستوري تجاه المجموعة الوطنية ككل. كذلك لا بد من تعزيز المشترك. صراع الهوية في موريتانيا كما تجلى في السياسات اللغوية والإصلاحات التعليمية، هذا ما ركز عليه الكتاب عبر تتبعه للصراع بين القوى والتيارات السياسية والفكرية، غير أن دور الأنظمة كان حاسما في السياسة التعليمية التي طبعتها العبثية والارتجالية فضلا عن ضعف الإحساس بالهوية المشتركة والاعتراف بالتنوع اللغوي والعرقي. نسي أن يذكر سبب تأخر إصلاح 99 وبقى أنا مدة 20 سنة في وضعية غير طبيعية، وتدخل السياسة بصيغة مباشرة في التعليم في فترة الاستثنائية. فهناك لجنة من 40 عضو شكلت بموجب المرسوم 180 بتاريخ 8/8/84، وأعطيت لها الوسائل والوقت وأعدت إصلاحا وقدم ورفضته اللجنة العسكرية قبل أن يصل إلى مجلس الوزراء، وهذا هو السبب اللي خلانا نبقى مدة 20 سنة في نظام غير طبيعي. وهكذا بقي الإصلاح التعليمي في موريتانيا فرصة للمزايدات وتسجيل النقاط بين الأنظمة الحاكمة بدل أن يكون خطة فنية وعلمية في سبيل تطوير التعليم ونشر المعرفة. أعلن بالعاصمة نواكشوط عن افتتاح مركز رؤى للتنمية البشرية تابع لمركز رؤى التونسي، ويقول القائمون على المركز إنه يسعى إلى التكوين على بعض المواضيع والمجالات التي من شأنها النهوض بواقع التنمية البشرية في البلدان المغاربية. نحتفل بافتتاح فرع مركز رؤى للتنمية والتدريب في موريتانيا. افتتحنا هذا الفرع ورهنا على هذا المركز لأن الشباب هم عماد المجتمع، الشباب هم الذين سينشرون الوعي، الشباب هم الذين سينشرون فكر التنمية البشرية وفكر تطوير الذات لكي يغير الإنسان نفسه ثم يغير من حوله ثم يغير مجتمعه فينفع الوطن ككل. ونريد أن نرتقي بأوطاننا العربية، نريد أن نرتقي بهذه الأوطان ترجع لريادتها كما كانت من قبل. أنا حضرتهم دورتين، أول دورة كانت في نقطة التحول
وثاني دورة كانت في التخطيط الاستراتيجي الشخصي. صراحة التنمية البشرية مجال زين بحيث أنه يطور الإنسان ويخلي عنده رؤية واضحة تجاه أهدافه والأشياء اللي يدور يعدلها في حياته، يخليك تعرف ذاتك، تعرف قدراتك، تعرف ليش تتعدل، يخلي عندك تصور معين عن الأمور اللي أنت فعلا تبغى تعدلها. يواجه منتخب المرابطون للشباب نظيره السعودي في أول مباراة من بطولة كوتيفا الودية التي تحتضنها مدينة فالنسيا الإسبانية هذه الأيام، ويعلق الشارع الرياضي الموريتاني آمالا كبيرة على التشكيلة التي اختار المدرب سيد أحمد أول القاسم للمنافسة على هذه البطولة. نتابع. المنتخب السعودي خسر في أول لقاء له في بطولة كوتيف بهدف دون المنتخب السعودي خسر في أول لقاء له في بطولة كوتيف بهدف دون رد من المنتخب المكسيكي يوم أمس، ولذلك سيدخل لقاءه أمام المرابطون وعينه على النقاط الثلاث، وغير ذلك ربما لا ينفعه في طريقه نحو الوصول للمحطة الثانية. لذلك المنتخب الوطني أو بالأحرى المدرب سيد أحمد أول القاسم كثيرا ما ينظر لهذه البطولة بحجمها الكبير وبحرصه الزائد على الفوز وكسب النقاط كاملة، حتى ولو كانت هذه البطولة مجرد ودية فيها يتعلم الصغير وفيها يكبر على الميدان في عين كل سماسرة الأندية الأوروبية هناك والتي تراقب كل صغيرة وكبيرة، فهذه البطولة بالنسبة لهم هي العنوان الأبرز للمواهب القادمة من القارة السمراء. غدا إذن المرابطون في مواجهة السعودية في إسبانيا، مباراة بملامح عربية على أرض الأجداد، الفائز فيها حظوظه أوفر في المحطات القادمة، والخاسر فيها عليه أن ينتظر هدية من باقي فرق المجموعة في حال تعقدت عليه مجريات اللقاء القادم. بتلك البطولة بالنسبة لرجال المدرب هامبرتو غروندونا من خلال أحداث هذا اللقاء. إذن بداية. ومعنا في الاستوديو الصحفي الرياضي أحمد والإمام. أحمد أهلا بك. أهلا بك. المرابطون الشباب يخوضون أولى مبارياتهم في بطولة كوتيفا الودية يوم غد أمام المنتخب السعودي، هل تعتقد أن منتخب الشباب قادر على المنافسة في هذه البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك وأهلا بمشاهدي قناة المرابطون. بالفعل البطولة ستنطلق غدا أو على الأقل بالنسبة للمنتخب الوطني بعد افتتاح البطولة في 8 من هذا الشهر. إذا مشاركة المنتخب في هذه البطولة الكل يعول على هذا المنتخب وعلى هذه التوليفة في تحقيق نتائج مرجوة للجمهور الرياضي بعد النتائج التي حققها في البطولة الماضية، رغم أنه لم يتأهل للدور الثاني من هذه البطولة لكنه حقق نتائج جيدة لحد ما، ونفس الحال ينطبق على منتخب الناشئين الممول الحقيقي للمنتخب الشباب، رغم أن المدرب سيد أحمد القاسم لم يعتمد على هذه الأسماء بشكل كبير، اعتمد على بعض العناصر في هذه التشكيلة مثل عبد الشماد، دخول حسن تجدي، دخول بعض الأسماء في هذه التوليفة محمد عبد الرحمن. هذه الأسماء قد تعطي الإضافة الحيوية والطموح والإرادة للمنتخب الوطني للشباب في تحقيق نتائج جيدة بعد الفوز ببطولة شمال إفريقيا. الفوز ببطولة شمال إفريقيا يضع المدرب سيد أحمد القاسم أمام ضغط أمام الجمهور، نظرا لأن الناشئين فازوا ببطولة شمال إفريقيا والمنتخب الوطني للشباب بنفس التوليفة تقريبا، التجانس موجود، المعسكرات، كل هذه المسائل التي حصل عليها المنتخب الشباب لم تأتي وكلها، ولذلك يكون اليوم بصدد إعطاء فرصة أخيرة لهذه العناصر، وهي في الفترة الأخيرة في أشهر قليلة ستغادر فئة 20 عاما، يوسف جاي، محمد فال الدنا، الحارس صلاح الدين، هذه العناصر ستخرج من منتخب الشباب نظرا للعمر، لذلك هذه فرصة أخيرة أيضا للاحتراف لبواب الاحتراف. الكل يعرف أن بطولة كوتيف التي انطلقت منذ زيادة من 30 سنة تعتبر بطولة بوابة للاحتراف خارجيا، كل العناصر في أوروبا كانت هذه بدايتهم وتألقوا في البطولات الأوروبية. نتذكر الموسم الماضي تألق الحسن العيد اليوم في ليفانتي يلعب في صفوف نادي ليفانتي للشباب، وأيضا علي عبيد سيلعب في الفريق ليفانتي، لذلك هذه الفرصة نتمنى أن سيد أحمد القاسم أن يستغل هذه الفرصة لإعطاء العناصر الناشئة أكثر فرصة من أجل الكسب. كيف تجد التشكيلة التي اختارها المدرب سيد أحمد أول القاسم لخوض هذه البطولة الودية؟
هي ليس هناك فرق كبير بين التشكيلة الحالية والتشكيلة الماضية، كل هذه النظرة تأتي من نظرة فريق الكونكورد، نظرة إلى أن المدرب يدرب نادي الكونكورد والمنتخب الوطني في آن واحد. هذه الفرصة لم يتم استغلالها من طرف سدحم القاسم، لأنه يعرف هذه الكتلة، يعرف العناصر، المقومات، أدوات هذه الأفراد من أجل كسب المباريات، لكن لم يستغل هذه الفرصة أحسن استغلال أكثر من مباراة، سواء في التصفيات الإفريقية للشباب والبطولة العربية أيضا، الخسارة أمام تونس ذهابا وإيابا في التصفيات. كل هذه النتائج المخيبة للآمال لم يغير سدحم القاسم من نظرته تجاه هذه العناصر. لديه بعض العناصر التي كانت تستحق التواجد في هذه التشكيلة، من منتخب الناشئين الذي فاز ببطولة شمال إفريقيا مثل محمد سالم الملقب دانوس لاعب نادي تفرق زينة ومدينة تروا. إذا كل هذه الأسماء لم يتم استدعاء، وحتى استبعاد الشيخ والأحمد في اللحظات الأخيرة من التشكيلة التي غادرت إلى إسبانيا للمشاركة في البطولة الودية، كل هذه الأسماء أيضا هي لها مكانتها في المنتخب الوطني الشباب. واعتقد ان الطاقم الفني الاسباني لويس فورتيس الذي يعتبر هو الان المدير الفني للمنتخبات الوطنيه، وعلى الاقل هو المسير الحقيقي لشان كره القدم على مستوى المنتخبات، سيكون هناك لديه ضغط كبير في الفتره القادمه، وعلى الاقل خيارات سيتحمد القاسم اذا فشل في هذه البطوله، وهو امر متوقع في ظل عدم اعطاء الفرصه للعناصر التي تستحق التواجد واختيار بعض العناصر لاسباب شخصيه. الى اي حد بالامكان ان يستفيد منتخب الشباب من تجربته مشاركته الماضية؟ بالفعل لديه الإمكانية للتغلب على المنتخبات، نظرا إلى أن الافتتاح سيكون أمام منتخب السعودية. منتخب السعودية ليس من المنتخبات المعروفة على مستوى اللياقة البدنية، المنتخب الوطني أقوى على مستوى اللياقة البدنية وعامل الكرة الإفريقية، لكن المستوى المهارة والفنيات المنتخب السعودي والسرعة يتألى المنتخب السعودي أكثر سرعة من نظيره الوطني. لذلك نتمنى من سدحم القاسم أن يستقل عامل القوة البدنية للمنتخب الوطني وإشراك أكثر من اسم في منتصف الميدان. لديك أكثر من اسم في منتصف الميدان، يحيى الله، لديك محمد عبد الرحمن، لديك دوما حتى لاعب ارتكاز نادي تشجع، لديك هذه الأسماء. كل هذه الأسماء يمكن أن تستغلها في هذه المباراة، لأنها المباراة الأولى، ومن كسب المباراة الأولى ستكون هي الحافز في بداية البطولة من أجل تحقيق نتائج جيدة. بالمقارنة بين مجموعة المنتخب الماضي والمجموعة الحالية، هل بالإمكان القول أن على المنتخب التركيز فقط على الاستفادة من الخبرات بدل المنافسة على البطولة؟ هذه البطولات ليس المرجو الفوز بالبطولة، لأن البطولة بطولة ودية لا تقدم ولا تؤخر الفائز بها، لكن الأهم من ذلك هو أن تعطي الفرصة لأكثر من اسم في هذه البطولة حتى تكون لديهم الفرصة في الاحتراف خارجيا. المكسب الحقيقي هو احتراف هؤلاء اللاعبين في أوروبا والأندية العالمية. الوصول للأندية العالمية يعتبر هو الإنجاز الحقيقي والمكسب الحقيقي، لأن هذه العناصر ستصل إلى مدارس كروية تعطي ثقافة كروية حقيقية للنهوض بكرة القدم في هذا البلد الذي يعتبر من البلدان مؤخرة الترتيب في تصنيف الاتحاد الدولي رغم التقدم في الفترة الأخيرة، لكن يعتبر رمز التقدم كرويا موريتانيا في المؤخرة. موريتانيا تخوض تصفيات كأس العالم وبطولتين إفريقيتين، هل تعتقد أن بإمكانها أن تراهن على منتخبها الحالي في هذه المنافسات؟ من المنتخب الحالي بالنسبة للمنتخب الأول الذي يشارك في المنافسات التصفيات كأس العالم وتصفيات كأس أمم أفريقيا وحتى تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، هذا المنتخب يعتبر منتخب ممتاز، يمتلك مدرب يبدو أنه منذ قدوم موريتانيا قدم نتائج جيدة، وحتى على أرضية الميدان تغيير نهج أو طريقة لاعب المنتخب الوطني التي أصبح الكل الآن يشيد بمستوى المنتخب الوطني. مواجهة الكاميرون والأداء الرائع مع المنتخب الكاميروني نفس الحال في المباريات، يبدو أنه في طريق صحيح لتأهل لبطولة كأس أمم أفريقيا على الأقل. الصحفي الرياضي أحمد والإمام، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. استأنف نادي أفس نواديب تدريباته استعدادا للموسم الجديد، ومن المنتظر أن يعلن مدرب الفريق التونسي زلفاني يمان عن تشكيلة فريقه التي سيراهن عليها لخوض الموسم المرتقب. هذا وقد قام النادي البرتقالي مؤخرا بانتداب لاعبين جدد للفريق الذي غاب الموسم الماضي عن منصات التتويج. نتابع. نادي أفسان واديبو يكشر عن أنيابه هذا الموسم بانتداب لاعبين جدد بعد استقدام مدرب تونسي للفريق البرتقالي الذي غاب الموسم الماضي عن منصات التتويج وذاق طعم المرارة بسبب سياسة انتهجها الموسم الماضي، وهي الاعتماد على الوجوه الشابة.
أفسان واليبو قام بانتداب بعض اللاعبين الجدد من بينهم المهاجم الشاب أجرا الذي انضم للكتيبة البرتقالية قادما من نادي زمزم الذي يصارع من أجل البقاء. زلفاني يمان مدرب أفسن واليبو بعد مجيئه للنادي البرتقالي وتقديمه لوسائل الإعلام باشر بالإشراف على تدريبات فريقه، ومن المنتظر أن يعلن خلال الساعات القادمة عن التشكيلة التي سيراهن عليها خلال الموسم الجديد. التحضير للموسم المرتقب استأنفه النادي البرتقالي الذي كان من أبرز الأندية الموريتانية التي بدأت مبكرا في التحضير للموسم القادم الذي من المنتظر أن يشهد تنافسا شرسا بين أنديته المعروفة، وإن فضلت الصمت قبل بداية صافرة البطولات الوطنية. إدارة البرتقال يبدو أنها قررت هذا الموسم القيام بثورة نوعية يتم خلالها استقدام وافدين جدد يتمتعون بخبرة قد تفيد الوجوه الشابة التي يعتمد عليها الفريق في سياسته الجديدة. طموحات وآمال كبيرة يعلقها القائمون على نادي أفسن واليبو هذا الموسم بعد أن أدركوا أخطاء ما مضى وسلكوا طريقا آخر يضمد تلك الجراح ويعيد أبناء مدينة واليبو إلى سكة الانتصارات ومنصات التتويج التي اعتلاها أفسن واليبو ذات أيام. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بصدد تأسيس إطار سياسي جديد يوحدها. المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تصنف موريتانيا إلى جانب ثلاث دول عربية ضمن مجموعة الدول الأقل دخلا في العالم العربي. منتخب المرابطون للشباب يواجه نظيره السعودي يوم غد في أولى مبارياته ببطولة كوتيفا الودية المنظمة بفالنسيا. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.